السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كيف راح احوالكم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى الف خير. اليوم بغيت نشارك معكم البريوات. غادي ندير شويه ديال البريوات ولكن ما غاديش نطيبهم اليوم، يعني غير غادي نوجدهم وغنقادهم وغنديرهم في الفريغو. هنايا راه درت شويه ديال الكفته، شويه ديال العطريه، ويلا كنت كندير شويه ديال الخضره محكوكه كيف ما كتشوفوا معايا، خيزو محكوك، القرعه محكوكه، قرعه راه كتعجبني محكوكه. شوفوا البنات راه طاح لي تما، قرعه كتعجبني محكوكه حيت كت يعني هاد اللحم كتكون الكفته كتكون مجهده المذاق ديالها بزاف، وانا ما كتعجبنيش بزاف، كتعجبني بالخضره، كتكون يعني تكون الخضره غالبه على تكون الخضره غالبه على اللحم. انتوما كيف ما كتلاحظوا معايا، هنايا انا راني موجده ورقه ديال الصطيله كيف ما كتشوفوا، هي هذه البنات اللي كيشاهدوا معايا، ها هي راني كناخذها البنات من المهم فاتوريه، ما عرفتش واش نتوما غادي يقدر يكون قريب لكم ولا شي حاجه، ولا بالنسبه للبنات في المغرب راه الورقه راه موجوده. هذه فيها 250 غرام، يعني رابعه وبركه. انتوما كتشوفوا دابا نعاود نحلها باش تتبعوا معايا. اذا هذا الشيء اللي درت، وعندي الشعريه الصينيه، ها هي حتى هي غادي نوجدها، باقا ما وجدتهاش كيف ما كتشوفوا معايا، حتى هي غادي نديرها. حتى هي الورقه ديال البسطيله كيف ما كتشوفوا راه حليتها، كنديرها بشكل بحال هكا، هكا كانت مطويه على جوج كيف ما كتشوفوا، ومن بعد انا حليتها. هي هادي شوف كتبان لكم مع الضو، ها هي البنات شتوها، ما غادي يجي تقسمت شويه، شتو كي دايره. هي هادي باش غادي نخدم. هانتوما هنايا راني درت واحد الكاس ديال الماء باش ديك الخضره ديالي طيب، درت شويه ديال الكنور، وهنايا درت شعريه صينيه راه غادي نطفي عليها، راه غير سخنت الماء مزيان ونحتا فيه صافي، انا غادي نطفي عليها باش نصفيها. هاد الورقه البنات راه قلت لكم بانها ديجا كتكون جاهزه اللي نبداش الفيديو. هانتوما كتشوفو هي هادي فوليا دي باستا، فوليو فينو، هانتوما كتشوفو معايا، فهي هادي البنات. هانتوما كتلاحظو راه هنا باقي فيها شوية ديال الدقيق، معرفتش شحال من ورقة الصراحة فيها. جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، سبعة ديال الورقات البنات، سبعة ديال الورقات. هي طفيت جبتها ولكن الصراحة ما عمرني ما حسبت ليها الورقات ديالها، ولا كنستعمل ثلاثة أربعة على حسب داكشي اللي باغي نخدم، وداكشي اللي ما بغيتش نخدمو كنعاود نردو للثلاجة، راه ما كتخسرش حتى كنعاود نستعملها. المهم على مدة ديال سيمانة الماكسيموم كاع 10 أيام تستعمليها، وخاصها ترجع البلاصه ديالها فين كانت، وكتطوى في هاد الكارط هذا اللي دايرين ليها هما. حتى هي الورقه ديال البسطيله كيف ما كتشوفوا راه حليتها، كنديرها بشكل بحال هكا، هكا كانت مطويه على جوج كيف ما كتشوفوا، ومن بعد انا حليتها. هي هادي شوف كتبان لكم مع الضو، ها هي البنات شتوها، انا غادي نجي تقسمت شويه، شتو كي دايره. هي هادي باش غادي نخدم. هانتوما هنايا راني درت واحد الكاس ديال الماء باش ديك الخضره ديالي طيب، درت شويه ديال الكنور، وهنايا درت شعريه صينيه راه غادي نطفي عليها، راه غير سخنت الماء مزيان ونحتا فيه صافي، انا غادي نطفي عليها باش نصفيها. هاد الورقه البنات راه قلت لكم بانها ديجا كتكون جاهزه اللي نبداش الفيديو. هانتوما كتشوفوا هي هادي فوليا دي باستا، فوليو فينو، هانتوما كي كتشوفو معايا، فهي هادي البنات. هانتوما كتلاحظو راه هنا باقي فيها شوية ديال الدقيق، معرفتش شحال من ورقة الصراحة فيها. واحدة، جوج، ثلاثة،
أربعة خمسة ستة سبعة، سبعة ديال الورقات البنات، سبعة ديال الورقات. هي طفايت جبتها، ولكن الصراحة ما عمرني ما حسبت ليها الورقات ديالها، ولا كنستعمل ثلاثة أربعة على حسب داكشي اللي باغي نخدم، وداكشي اللي ما بغيتش نخدم وكنعاود نردو للثلاجة راه ما كتخسرش، حتى كنعاود نستعملها. المهم على مدة ديال سيمانة الماكسيموم، كاع 10 أيام تستعمليها، خاصها ترجع البلاصة ديالها فين كانت، وكتطوى في هاد الكارت هذا اللي دايرين ليها هما البنات. هادو هما البريوات اللي درت، انا حاولت نقطعهم بحال هكا، يعني انا ما عنديش مشكله باش نشدهم من الجناب ولا حيت ماشي غادي نقليهم، غادي نديرهم في الفران، اذا ماشي مشكل بالنسبه للجنب. كيف ما كتلاحظوا البنات راه الطريقه ديال باش كتلويهم ولا راه ساهله وباينه. انا كندير معلقه اولا نص على حسب العمر اللي عندكم، كيف ما كتشوفوا كنلويها بحال هكا.